السلام عليكم ورحمة الله. المرجو منكم ودعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. أعلنت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني توقيف المستهدف الرئيسي في ارتكاب عملية نصب واحتيال واسعة استهدفت تجار الملابس الجاهزة بسوق القرعة بمدينة الدار البيضاء. هذا وكان سوق تجار بالحي المحمدي والقرعة بمدينة الدار البيضاء قد اهتز على وقع عملية نصب عرفتها المنطقة بعدما قام أحد الملتحين بالاستيلاء على أموال طائلة والاختفاء عن الأنظار في ظروف غامضة. ووفق ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، فقد تعرض عدد من التجار بالسوقين لعملية نصب من قبل شخص ملتحي بالمنطقة مستغلا بذلك شعبيته والاستقامة التي عرف بها أوساط التجار الذين وقعوا ضحية لها. ويضيف المصدر ذاته أن الشخص الملتحي النصاب سبق له أن قام بإيمام التجار بالسوق والتوسط في فك نزاعات بين التجار، مما زاد من شعبيته ليقوم بعدها بأكبر عملية نصب من خلال الحصول على قروض من قبل تجار اختلفت قيمتها، حيث كان يستعمل كمبيلات من أجل عملية البيع والشراء ومحاولة استقطاب زبائن من مختلف أسواق المغربية ببيع السلع بأقل من ثمنها الأصلي وجنى بذلك أموالا طائلة. كما تم ترويج لائحة يرجح أن تكون لأسماء ضحايا بولحية المعروف بالعبدية، حيث بلغت قيمة الأموال التي جمعها الأخيرة وتحويلها إلى العملة الصعبة حوالي ملياري سنتيم قبل الاختفاء عن الأنظار، تاركا وراءه شكايات عدة من قبل تجار المصالح الأمنية. نشكركم على حسن المتابعة.